المشاهدون اهلا وسهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج ميدان. موضوع حلقتنا لهذا الاسبوع سلطه تنظيم النقل الطرقي. نصبر واياكم بعمق قرار هذه المؤسسه في ظل التزايد الملحوظ للاستثمارات الوطنيه في مجال النقل الطرقي. ما الاليات التي تمتلك هذه المؤسسه؟ ما هو دورها في تنشيط الضرر الاقتصادي للبلد دون الحاق الضرر بنشطنا في المجال؟ لقد شهدت البلاد تطورا ملحوظا في مجال النقل العمومي بفعل جهود السلطات العموميه للبلد عن طريق دعم المستثمرين في هذا المجال، حيث تم نزع الضرائب الجمركيه عن الباصات الجديده من اجل وجود نقل يرقى الى طموح وتطلعات المواطن المستفيد الاول من هذه الخدمات. وفتح المجال امام الراغبين في الاستثمار في هذا المجال النشط حسب ضوابط والتزامات سنها المشتري المنظم لهذا المجال عن طريق ترسانة قانونية. وتعتبر سلطة تنظيم النقل الطرقي هي الوصي على عمل هذه المؤسسات. فسلطة تنظيم النقل الطرقي هي مرفق عمومي انشئ بموجب التوصيات المنبثقة عن الأيام التشاورية للنقل 2005. ومن مهام هذه السلطة هو توجيه وتنظيم النقل الطرقي في البلد، وقد شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا ساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلد. وتعتمد سلطة التنظيم في عملها على مندوبيات جهوية في كل ولايات الوطن ومحطات مقاطعية خدمة للمواطن والناقل، طبقا لسياسة الدولة الرامية إلى التحسين من أداء تنظيم النقل وتطويره، وحرصا منها كذلك على اعتماد أنشاء الوسائل. تسعى الإدارة العامة لسلطة النقل إلى بناء محطة كبرى في مرشوط وإعادة تأهيل محطات الطرق الأخرى وخاصة الموجودة في الداخل، وتزويدها بأحدث الوسائل وتسييرها من طرف كفاءات وطنية قادرة على تنظيم النقل وتطويره. كما تسعى ضمن استراتيجياتها إلى العمل على تكوين العمال لديها وتأهيلهم للعمل المنوطة بهم. هذا إضافة إلى اعتماد سلطات النقل الطرقي سياسة التحسيس عن طريق حملات تعريفية بضرورة أن يتعاطى الكل معها طبقا للترسانة القانونية المنظمة لعملها. إذن إذا كانت سلطة تنظيم النقل الطرقي تسعى جادة إلى تنظيم هذا المجال الحيوي والذي شهد مؤخرا استثمارات وطنية عملاقة رغم هشاشة البنى التحتية لهذا المجال سابقا، واتساع الهوة بين هذه المؤسسات النشطة في النقل والمواطن المستفيد الأول من خدمات هذه المؤسسات. وفي المقابل ماذا تقدم سلطة تنظيم النقل الطرقي لهذه المؤسسات؟ أولا نختار لكم هون سلطة تنظيم النقل الطرقي لأنها مؤسسة عمومية وانشئت بموجب مرسوم رقم 031/2011 صادر بالتاريخ 5 يونيو إجراء الأيام التشاورية للنقل اللي قد خلقت 2005. وهذه السلطة نعطى لها لأنها تنظم النقل البري وبذلك المناسبة أعطت لها الآليات اللي تنظم بهم ذاك النقل البري، منهم ذي العتاوات اللي ينقبوا، ومنهم اللي الشركاء اللي عندهم كيف شركاء الأمن كيف تباط شركاء اتحاديات والشرائك ورجال الأمن والإدارة اللي متعاونين معهم، هذا كانوا يتعاونون وياك لأنه قد ينظم النقل الطرقي. وسلطة الآن لديها مندوبيات في الداخل في مدن الداخل، الولايات كل ولاية فيها مندوبية للسلطة، وفي محطات في معظم مقاطعات. السلطة استثمرت مولي حتى الآن في بناء محطة في الرياض ومحطتين، واحدة في جوجي والأخرى في نوالي بوبيكا 55. وتعمل عملنا نعمل إن شاء الله هذه السنة لإعادة تأهيل كافة المحطات اللي موجودة حالا وكانوا يسيرهم جهات أخرين ومدة زمن هم مقفلة
شيء. وقبل ما استرجعنا احنا موجب قرار ثلاثي بين وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان، وصبحوا ذوك المحطات عند السلطة غير، لكن ياك انهم ينفعلوا قد يصح تفعيلهم لابد من يرموا وترميمهم، ودي ان شاء الله السنه هامنا نتباركوا معه ونقدر ان شاء الله نعود نعدلوا ونتخموا. ودي علينا لان نبنوا محطه كبيره دوليه تعود كبيره في نواكشوط، محطه فيها المعايير الدوليه في نواكشوط هنا، تخموا لنا نبنوها دام ان الالهي ساعدنا في تنظيم هذا النقل. وتبنت سلطه استراتيجيه هذه السنه تاهيل الكادر البشري ومن خلال الدورات التكوينيه واجراء مولي حملات تحسيسيه حول السلطه ودورها في تنظيم النقل. هذا هو اللي بصفه اجماليه نقول لكم عن قضيه عن السلطه. احمد البار رئيس محطه رخص النقد في نواكشوط. هذه المحطة تشكل النقطة الأولى من مسار الحصول على رخصة لممارسة النقل العمومي أو الخصوصي للأشخاص أو البضائع، وهي إجراء وضعه المشرع من أجل المساهمة في تحسين وتنظيم النقل بصفة عامة. كما تعلمون فالنقل خدمة لا تقل أهمية عن خدمات في إطار الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، لأنها هي وسيلة الولوج إلى هذه الخدمتين، كما أنها وسيلة الولوج إلى جميع الخدمات. وبالتالي تدخل هذا الإجراء في إطار الإجراءات المتخذة من أجل تنظيم النقل من خلال تنظيمه بالوسائل تضبط ممتهنيه حتى يخلو من المتطفلين على ممارسة هذه المهنة، وهو ما سينتج عنه أن يكون هناك نقل منتظم من الناحية الأولية، منتظم يوفر الخدمة للمواطن العادي، ثم أيضا بضبطه يكون مهنة محترمة توفر حتى العيش لمن يقتنع به كمستثمر إذا كان من رجل أعمال، أو كمهنة فردية للعيش من من يقتنع به كمهنة يود أن تكون هي وسيلته للعيش. وبالتالي هذه الرخصة قام المشرع بفرضها على الناقلين قبل ممارستهم لأي نشاط نقل عمومي أو خصوصي، وهناك إلزام لمخالفيها بقرامات، وهو ما سيساعد في أن يكون وسيلة لأن لا يمارس النقل إلا من هو مقتنع به كمهنة. وهذه الرخصة يبدأ مسارها من هذه المحطة كنقطة أولية، حيث نستلم ملفات المقدمة من طرف الراقبين في الحصول على ممارسة رخصة للنقل العمومي أو الخصوصي للأشخاص أو البضائع أو حتى السوائل. ثم بعد استلام هذا الملف وتفحصه إذا كان تاما وجاهزا، نسلم وصل استلام لهذا الملف للناقل صالح لمدة شهر، وقبل ذلك الشهر تبدأ الإجراءات العملية لإنهاء مسار الرخصة والحصول عليها. من انطلاقا من هذه المحطة نستلم الملفات، ثم في دورتها تمر بإدارة المالية من أجل التأشير عليها، ثم إلى مصلحة رخص النقل وهي محل إنتاجها، ثم إلى الإدارة الفنية من أجل التأشير عليها أيضا، ثم تحال إلى التوقيع من طرف رئيس سلطة التنظيم النقل الطرقي، ثم تعاد إلى مصلحة الرخص من أجل أرشفتها، ثم تستلمها المحطة التي بدورها تسلمها إلى الناقل مباشرة. ورخص النقل تنقسم إلى عدة أنواع، هناك من حيث المبدأ رخص نقل أشخاص نقل العمومي والخصوصي للأشخاص، كما أن هناك رخص نقل عمومي أو خصوصي للبضائع، وكلا الصنفين ينقسم إلى نقل للأشخاص أو نقل حضري للأشخاص ونقل بيني للأشخاص، ثم نقل البضائع هناك نقل حضري للبضائع ونقل بيني للبضائع. وكل هذه كل صنف من هذه التصنيفات له ضوابطه من حيث
من حيث نوعية الملف، من حيث نوعية المبالغ المفروضة من أجل الحصول عليه، لأنها تتعلق بعدد الركاب بالنسبة لنقل الأشخاص، وتتعلق بالحمولة بالنسبة لنقل البضائع، وبالمتر المكعب بالنسبة لنقل السوائل. شاكرين لسلطة تنظيم النقل على الدور اللي أنيت بها. وآخر شيء بعد نشكره عليه هو قضية تخفيض بوند صورتي اللي عدلوا، كانت 1500 عاد 750 بالنسبة للباصات. فمس بعض الأمور اللي نراها نحن ناقلين عن يالت السلطة تنظمها تنظيم أكثر وتكبر فيها الدور أكبر، لأن هي سلطة تنظيم النقل على اسمها مناعة التنظيم. والله لأن الواقع حالا من في النقل من فوضوية، يارت السلطة تقوم بدورها تجاهه، تضع القوانين وتضع محطات وتعدل الأمور. نظر لأن أنا بالنسبة بعدين نتكلم عن الباصات، يرتعد في من نوعيتين من النقل، يرتعد في محطات تحت وسائل السلطة، وفاتوا عدة نوع من المحطة، هي محطة القوارب قال ما فاتوا بعد، وهم مال الشرايك على مواصفات، تود محطة راحوا إلى قانون فيها مواصفات، بل عندها عدد معين من الباصات، وعندها بلد الموقف الباصات، وعندها بلد للركاب، وعود يتم تطبيق يعود هدفه الأساسي هو راحة المسافر. وحد مودي ما عنده مقدر على هذه الشروط يعود مودي في محطات اللي مخصصة الدولة، يعود مثلا محور الجنوب عنده محطة، محور الشرق عنده محطة مركزية، ومحور الشمال عنده محطة، ومحور الغرب والله نواذيبه والشامي عندهم محطة. اللي من شرائك مودي ما يقدر تحقق في الشروط اللي طاحة السلطة والله اليالة تطرح تعود زي تعدل تنتظم داخل هذه الأطر. وذلي مطلوب من السلطة وتحديد العلاقة بين نحن والسلطة وشرائك النقل اللي تشتغل قطعا عنا ما فما أي إشكالية ثلاث ذلي نطلبه منهم في حالة تعرف كل وقت له توخر ويسوس من وقت مطلوب لهذا اللي ينقال له إذن الخروج اللي هو بوند صورتي قطعا عنه متوفر ومفتوحين له مكاتب في كل محطات النقل والوقت اللي جيت تدوره له تجربة. هذا من قد خروج الوتات ومجيهم خالقهم اللي أتاوى ثانية مطروحة على كل وتة شركة يا الله تتقطع شي يقولوا ليسانس دي ترانسبور، كل شركة طبعا عندها اوتوريزاسيون دي ترانسبور اللي هي الجريمة يا قير ملي، فم كل وتة خاصة يالتها تعود عندها ليسانس دي ترانسبور تقطعها سنوية، وإحنا ذاك تقطعون سلطة تنظيم النقل. ذوك الأتوات إحنا مخلصينهم، ومن قد السلطة ما لنا راينا منها أي عرقلة، ما لنا الله قاعد راين تسهيل في ذي المواضيع. خارج برامج قط وعدلت ومتوقفة كانت تشتغل عليهم السلطة ومبرمجتهم عنها تعدل كارات محطات النقل تعود مختلفة في كل مقاطعة والله كل اتجاه واعد النقل ليعود خارج محطة للنقل ومحدد ذيك المحطة إلى حد الساعة ما فاتوا توفروا على 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 بنائها بها اللي تتطلب التراب وتتطلب الاستثمار كبير لبناء محطة، ولكن لحد الساعة هم ما تحصل عليه اللي هي السلطة تنظيم النقل. يا غير بعد على الظرفية اللي احنا فيها والوضعية اللي احنا فيها قطع عن المحطات كاملة والاتجاهات كاملة كلهم متوفر له مكاتب، وذوك المكاتب هم اللي مروا بهم الشرائك ويقطعوا من عندهم إذن الخروج. احنا كشركة جلوبال بما ان عندنا محطة خاصة بينا تتوفر على مستلزمات الشركة كمحطة عندنا نمشوا منها من هون شورى جميع الاتجاهات، عندنا تنسيق معهم نطلب من عندهم كرن فيهم قدر من اذن الخروج، نعودهم خلصين ذوك الكرن ويبقوا عندنا الكرن وكل وتة عندنا واخذة نقطعوا لها من ذا. اذا احنا والسلطة على أحسن ما يرى، إحنا شركة نحن والسلطة قطعا عنا ما قط جيناه من دور وشي ما عدلوهن. في الظرفية التالية اللي لو عاد الشهرة خلق ملي تخفيض في ذي الأتوات اللي عندنا خصوصا إذن الخروج، كنا نقطعوا للوتة
كنا نقطعوا الوتة الكبيرة ب 2500 اللي هي الوتة ترفد من فوق 30 رقاش، عدنا نقطعوها لها ب 1500، وكنا الوتة المتوسطة والصغيرة نقطعوا لها ب 1500، عدنا نقطعوها لها ب 750 وقي، يعني النص تقريبا. إذا الخدمات ماشية على صفتها. فمن قبل قلت لك النظام وياسر مني ليه تقد توفر السلطة لأن يعودوا عندها محطات للنقل، محطات مخصصة مبنية كيف ذي اللي موجودين، كنا نشرحه في اجتماعاتنا وفي اللقاءات اللي عدلنا معهم موجودين في الدول المجاورة. وفيما يخص بعدنا احنا عملنا اعتيادي، علاقتنا مع السلطة اعتيادية، ذي اللي ندوروا عندها موفرتونا، واحنا ملي ذاك اللي طارحها هي من القوانين ومن الشروط ومن الأتوات احنا مسدينهم ومطبقينهم. وعلى العموم عملنا ماشي بصفة حسينة. ثم عندنا احنا الشرائك، كثرة افتتاح الشرائك، اللي جاي يفتح شركة ويقول انا عندي شركة ويقبض بيت ويدير كار والله اثنين وينقل. احنا ما هي الكلنا بنينا عليها شرائك، احنا استثمرنا ياسر من الاموال في شرائك على اساس ان كل خطوط اللي يعودوا عندها شركة والله اثنتين، والله الشركة اللي قادة تعدل الخطوط كاملة يعود مولي ذا مبرمج خارج منه، واللي يعني السلطة ما يقدر يعدل ولا يقدر يسيطر عليه ما عادوا خارجين محطات للنقل. خارج منه اللي يخص الشرائك وخص الوزارة وتخص الإدارة، خصوصية الشرائك ويالتها ما تعود مفتوحة إلا اللي جاي قاد يفتح كيف ذا اللي خلقنا في الفرماسينات وذا اللي خلقنا في أباتيك وذا اللي خلق في المجالات كاملة، ما لا يفتح حد مجال ما صدت عليه الناس كاملة وفتحت وله تحت ما تعود تحت معايير محددة تخسر الناس كاملة فيه. وبالنسبة لقضية المؤسسات الناشطة في مجال النقل، كثير من أنتم يقولون أنهم شكلين هذا الشكل عنده هو من الموارد المادية اللي يسمح له يعود نقبه حسب المعايير المسموح بها، وفيها اللي ما عنده اي معيار يصور شنو يفتح مؤسسه يقبل بيس ولا اثنين ويقبل بيس الشارع يقبل بيس، شنو استراتيجيكم انتم تقلب على هذه؟ هذا اللي قلته قطعا مطروح الان في انشاء المؤسسات. سابق احد يعود عنده مؤسسه مطلوب منه في معايير لابد من يعود منهم هذه، يعود واحد عنده محطه اللي هو والله زاد عنده بليده يقد يستقبل فيها المسافر وبليده يقطع فيها هم اللي تاكلش، هذا فيه المواصفات عنده هو محطه ويتم يعدله. وذيك الناس الاخرى هي اللي ان شاء الله هامنا نخرصوها كان نديرهم في المحطات اللي السلطه لها يتعدل. يا غير مشكلتنا لان الان في نواكشوط عندنا لا محطه واحده ولا فتعد قام اللي قد تفعل بها، لابد من ترمم ملكي تقوم بها من الساعة اللي بنات هي لها مقفولة، وهامنا إن شاء الله هندور رموه. يا قال لا يتعود مولي لا يتعود تقبض إلا الناس اللي قايسة يجي طريق البوارب وشي ذاك نبتو بها لنا هي محطة في الرياض. يا قال ندور يا كان نقدر نعدل مولي محطات في قرون نواكشوط الأربعة، واحدة لنوادي بو واحدة على طريق الأمل واحدة على طريق جوجل. وبيك المناسبة لا يعود حد كامل ما عنده ما متوفرين في ذوك الشروط، كل شريك تنقل ما متوفر والله ما عاجز عن ذوك الشروط تعود تدخل المحطة وتعود تنطلق منها وتمشي منها. من يدالي فاعل في القطاع لخط القوارب روسو المشاكل انطرحها للناقل هون عدة ياسر، منها قلت الطابور أولا، طابور ما هو خارج طريق القوارب. النقطة الثانية نقطع بين من سلطة تنظيم النقل منها جميع الناقلين منها تدخلوا في المحطة اللي بتنات نسجل فيها ياسر من الفضاء جزاء الآخر عدت لنا محطة غير ما ندخلش، وسبب الخلافات بين الناقلين والاتحاديات طالبين منها بأنها تعدل لنا قانون يعود فيه الطابور، وإذا ما قد يخلق طابور عندها بعد مقرر قطع عدة 2007 من الناقل أنه يخلق من بيدة واحدة على الخط يختاروا الدخل، وطالبين منها بأن حد كامل ينقل ما عنده الحق في النقل ما هو ناقل يوقف عنا. هاي وتعهدات قطبوها من الرئيس بركي جزاه الله خير وهرنا فيه انه لا يختار عدد الشيء للناقلين يقيد واحده ما تصفر.
ناقلين لا بد لهم قانون، لما جاب قانون ما عندهم شيء يسووا شنو يقدروا عاد يوم اللي ماهم لا يلتمسوا، اختار الناس كانوا تدخل المحطة في أسرع وقت ممكن. هم قادرين من الشاكل على كل حال، ما حد من الطابور ما خلق والله نقل ما ندار المحطة، نعرفون ما لا يصادر عليه. ما عنده تيتا واحدة عايش يجي يركب فيها نقص ورخبار اللي بنتبهش بالمخدرات يكنيها وتنبوت وتسيسر، نحن ما لنا سلطة ولا نقزوا على الطريق، والطريق كاردينها يوميا كاردينها يوميا ولا نقزوا على وجه السلطات، والسلطات هي المعنية بالتفتيش، نحن ما لنا معنية بالتفتيش. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، طالبين منه على انه القرار ينور فيه، وطالبين جزاه الله خيرا من جزات العدل في النقل زين عندنا، والتخفيض العدل في كل شيء جزاه الله خيرا زين عندنا، وهم طالبين من سلطه النقل بالنسبه لنا احنا نقيسوا الخارج، طالبين من ينقصوا على البوند صوره الكيران الصغيره ينقطع لهم 6000، طالبين من ينقصوا على جزاهم الله خيرا، يعاونوا بين احنا المواطنين ورسالة ينقصوا الخارج بين الفصل وبين عزة شيء نجبروه. نجيبوه لوطننا ما نواكينه في الخارج، ناكلوه في وطننا. فيه نقطتين نختار نوجههم لسلطة التنظيم، هو فيه خطين محتكر فيهم النقل، هو الخط ما بين نواكشوط نواذيبو إلى حدود المغربية، والخط ما بين نواكشوط بوكي كي هيدي سيدي بابي. هون فيه تقريبا نقول عنه آثار النقل القديمة. الخط هاي الخطوط الاثنين محتكرين، ونختار ينفتح الخط للجميع، تعود كل شركة مخول النقل فهم ياك المواطن يعود عنده هو الاختيار في الشركة اللي يرغب يسافر معها، والشروط اللي متوفرين عندها رقباته هو البيسات اللي ممكن عنده يركب فيهم من قد لياقة النقل، من قد تجهيز الباص، من قد بكل انواعه. هون ينفتح للجميع عن قد ناقه ينقل عليه، اصبح الاحتكار ما موجود في الاحتكار، وما دام الاحتكار موجود معناها النقل. وبالنسبه للموريتاني الحمد لله في السنوات الاخيره النقل تقدم، يذكر ويشكر، ولا واقع في الدول الحكم المجاوره، ويلا لا السلطات المعنية تلفت النظر على هذه القضية. حالة فم منافسة، شرائط متعددة تصبح فم منافسة. منافسة ذيك شنو المنافسة؟ منافسة في جودة الباص، الدقة في الوقت، شرائط متعددة، عندهم باصات الزبون اللي يجي يختار هو الباص الملائم يعود يسافر فيه. هذا هو التنافس بالنسبة لي أنا. ما هو كيت العادات السيئة تقطع مع أصباح وتمشي قايس الدار تتقدر مع شنو حينا ينترفنوا عليك قدو ما يتوفن لك مول المقرب حد لك جاي ماشي تصبح العاد كانت عندك مهمة بالعجلة انت مهمتك خسرت تحني الشين قالوا رابيل عندهم مهمة والله ما نعرف. محمد السليمان مدير سفريات سادمة رئيس تجمعي الساحل والشمال. أولا عندنا المشكل التنظيمي، نختار سلطة التنظيم من هذا المنبر تفهم علينا سلطة التنظيم، تعدل إجراء تنظيمي، تعرف شنو هم المؤسسات اللي عندها، وتعرف شنو هم المؤسسات اللي يلا يشتغلوا على المحاضر، تعرف عدد المحاضر اللي عندها وكم عليه. نختارها ما تركز رئيس سلطة التنظيم عندنا عليها، تحفظ على أنها مركزة على الجانب الجبائي أكثر من هو الجانب التنظيمي. نختارها تعرف كم عندها من مؤسسة، وهذه المؤسسات عندها إذا كانها خالقة فعلا، إذا كانها كلها وتاته تابعين له هو على اسمه، والله ما هم على اسمه، والله لا كانها كلها باكار ويجيبوا عاري من عند حد. هذا أولا. الأخرى نختاروا هذا الجانب اللي ينقال بجانب الاحتكار، بعض الخطوط اللي لاحظنا مثلا محور كيهيدي لاحظين إنه ما زال عليها الرنك، وهذه عادة قديمة، واليوم أتياها الحمد لله النقل شهد طفرة كبيرة وعاد في حرية المنافسة. نختاروا للي احتكار للرنك نختاروا ينقل عن الخط. ثانيا قضية النقل على المستوى الدولي، هناك بعض من الإخوة والمؤسسات حاولوا كانوا يراوا تصريح بنقل على المستوى الدولي مثلا على خط المغرب ومتنعوا، نختاروا سلطة التنظيم تراجع لك القضية وتسمح لنا كاملين بنعودوا نقدوا نسافروا للمدن المجاورة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى ناحية الضرائب، هناك حراك
في قضية الضرائب خالق ذو الأيام على أنهم لا يحولون من 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 نظام الجزافي قايس لريل نقل قلعت عنه لقزون راسي وزاهم الله خيرا وشطاف منين تو يجروه في ذي اللي ينقالوا لريل الناس ما فتحت مؤهلة لريل واحدة ماديا ما هي مؤهلة والأخرى تنظيميا ما هي مؤهلة ما عندها الوسائل الحسابات التنظيمية ونتم ولاف ذاك الجزافي اللي كنا فيه اللي هو لفرفته. هاي رسالة هون موجهينها للسيد رئيس سلطة التنظيم تلعود فماتيها تواصل شبه دائم مع الناقلين كلما دعت الحاجة ولا يعود فم يوم واحد مخصص للناقلين نهار واحد الناقلين ما يزيدهم شيء هم قاعد اسبوع كان ما يزيدهم شيء فاش نهار واحد نختاروا نتموا اي وقت نعرض على انه هو الوصي علينا ونتموا اي وقت بغا يكون فيه نقدر راهو فم النقل مثل حد شيء قالوا الديبرالية هذا الحد الاستثمار فيه يقابلهم خطين الاستثمار في نقل شغلهم صحيح من قبل كانوا هم مصالحتكم انتم والله مصالحتكم السبب على سبيل المثال المغرب وسيدي بابي وكي هيدي هاو محتقرينهم واحدين من دار شنو دور السلطات في المجال؟ يعني انا بعد ماني عالم بحد محتكر هون في قضية المغرب قضية كان مفتوح لكن في نظام نحن هون في نواكشوط السلطة بناء لنا ما بعد عاد عندنا محطات كيف قلت لكم الاتجاهات الأربعة عدنا هون 9 محطات والله كيف ما اخترتوا شبه محطات في واحدة مخصصين هذيك الجهة اللي هك هي محطة مسيد المغرب يلي ريت يلي ريت كهي كده معطيها سطح الدفة ومفتوحة نوعية من الوتات نوعية من الوتات اللي هم ذول البيسات اللي متهاكين اللي درس إذا صار ست وش اللي هلوم معاه قدوا يفتحوا شرائك للنقل والوتات سقارات غير مفتوحه للناس كامله ومنين اللي كامل القيم ينقل فيها وخالق هذيك المحطه اللي توجينين اللي على ذاك الخط اللي كان يولي ذيك معدلينها للوتات سقارات سان كاترافانديس هذه وارفنتين اللي درس عادوا يمشوا مولين تعلم فهم على ذاك الخط فهم ظهر لنا 38 شركة نقل وكل عندهم متوفرين فيه الشروط اللي مطالبه وينقلوه بسلام واللي تجوجت مولي على طريق اتحادية ذيك مولي ينقلوه ما في احتكار بعد الان لحد الناس كلها قد ينقلب الاثنين وقايمين بالنسبه للسمساره شن الشباب كان عايش في المهنه وفجاه قالوا السمساره خليها عنا ذكر السلطه عندي بهذا ما السمسارة احنا ما نعلم بان السمسارة فهم وسمعنا اعلان خارج فهم شنو ذوك السمسارة وخاصة قاع في الداخل لان فهم ذوك السمسارة اللي عاملوا مارسوا باط عمل ما هو نظامي والسلطة عاكفة لان تشوف حل ذاك ان شاء الله وندور نشوف ذاك اللي قد يعدلهم إما ندمجوهم في نظاره إما لأنهم اللي يقيسوا شيء أخرى يعدلوا شيء ما هو بعد قبل السمسارة قبل بتسميتها اللي عادية ما هم خالقين خالقين ولا هذا اللي ضارك اللي يتركون شاء الله أنا اللي سافر لسلطة التنظيم سافر عليها أنا هما تحرم علينا هون يا نحن اللي نسمى نحن الشباب عاد مولانا فاتح له جراج يسترزق منه جابر منه 5 أو 10 قانيت وعن يسرق احنا هذا هو الشراك عيط لنا واحد من الشراك يقول لنا سمسروا يا كارنا نعطيكم نعطوك امرا من الفضاء فهمت انا نمشي انا سمسر الكار نجبر منه قيات صاحب سلطه التنظيم من تشوف فيليان وتقول لي ما سمسر هذا معناه انك تدورني نعدل لا نمشي نسرق نسرق تكفل لي الدوله معناه اني عدلت مخالفه ضد القانون معناه اني جيت ولا خايف منه شنو عن شيء يعود عدلت شيء مخالف ضد القانون معناه ان طالبين منه هو تخلينا نستعمل شغلتنا لنا نحن سمسار وما باقي شيء في العالم ما خالق سمسير جار خالق فيت سمسير والوتاد فيت سمسير كنت هون نختار نقول لأن أبواب السلطة على أنها مفتوحة لكل الناقلين والفاعلين للعمل معا على انسيابية النقل والتوجيه والتنظيم وتنظيم القطاع أولوية من أوليات أولويات الحكومة عملا بتوجيهات فخامة الرئيس رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز
وهذا ما نسعى بالفعل إلى الوصول له من خلال استراتيجية محكمة وبناء وواضحة المعالم. وصميم قد السؤال اللي طرحته كيف ما قلت لكم لأن السلطة طالبين احنا من شركائنا انهم يساعدونا في ذل الله عدل وكان احنا فاتحين لهم الابواب ومادين لهم ديد ومستعدين لسووا مشاكلهم اذا عادوا في المشاكل يقال نطلبهم هم اللي لانهم يعاونونا في ذل الله عدل وفي صالحنا وفي صالح الوطن وفي صالحهم هم وفي صالح الشعب الموريتاني. ومن هون نشكر السلطات الإدارية والأمنية على ذاك العون اللي قائمين به ذاك العون اللي معدلين بأننا احنا دونهم هما ما نقدر نعدل عملنا وجزاهم الله خيرا إلى الآن بعد ما شاء الله عونهم احنا مثمنينه وعون جيد ومقدرينه ومولي نطلبون المزيد من ذاك ما جحد. شو قدمتوا شو قدمتوا مش ملموس من أجل التصالح بين سلطة التنظيم والناشطة في النقد هذا ربما نخرجهم لا تخفيضات المية. نعم شفتوا أولا علمنا قبلنا بعين الاعتبار طلباتهم كانوا يطلبوا قبال اللي أعلن يخفض عنهم ثمن الأتوات وخفضناهم بالنص. إذا معنى أن هذا مطلب وهذا مجهود كبير من السلطة السلطة اللي عندها من المداخل اللي ذو الأتوات اللي تقبض هم المداخل اللي عندها هي اللي هامها تبني بهم ذي البنية التحتية وهي اللي هامة تعدل به مشارعها وخفض الإيجاع نص هذا يسمى وهم اللي إلين يطرحهم اللي مشكلة مطروحة نقوم معاهم فيها كأننا نسوها نقوم معاهم فيها عند السلطات الإدارية والأمنية لكن قضية تسوون قضية قد تسووا قضية معقولة قوم عام فيهم ونسووهم ونسعوا فيها لين تسووا وتعدل ومع ذلك هم اللي متباكين معايا كاننا نملين نظمونهم ذا النقل بإنشاء المحطات وهم اللي مشاركين وحدين منهم معانا هم اللي في تسيير هم اللي السلطة هذا ظهر لي لأنه دائماً الأشياء اللي مستفادين هم منهم من الذي نقدمه لهم احنا مود معين محمد فاضل يطارب سلطان النقد الطرقي رئيس المحطة رقم 8 بالكسر طبعا المحطة المعنية بالنقد في مجال البضايا النقل بالشقي بين المدن والنقد الدولي طبعا هو الأساسي معنيين هون بتسيير وصيانة هذه المحطة وبالإضافة إلى تحصيل الإيتاوات المتعلقة بهذا المجال من النقل طبعا الإيتاوات هون تتراوح ما بين بالنسبة للنقل البيني تتراوح ما بين 1500 4000 بالنسبة للشاحنات التي حمولتها تقل عن 10 أطوان نقطعوا لها ب 1500 بالنسبة للشاحنات اللي تتراوح ما بين 10 و 20 نقطعوا لها ب 2000 بالنسبة للشاحنات اللي تتراوح ما بين 20 و 30 طن نقطع لها ب 3000 والشاحنات اللي فوق اللي حمولتها أكثر من 30 طن نقطع لها ب 4000 هذا بما يخص النقل البيني للبضائع أما فيما يخص النقل الدولي عندنا كذلك الشاحنات اللي أقل من 10 أطوان نقطعوا لها ب 15000 والشاحنات اللي تتراوح ما بين 10 أطوان و 20 طن نقطعوا لها ب 30000 ب
بينما الشاحنات اللي تتراوح حمولتها ما بين 20 و 30 طن نقطعوها ب 60,000، والشاحنات اللي تتراوح ما بين التي حمولتها اكبر من 30 طن نقطع لها ب 80,000. هذه اساسا هي المهام المتعلقه بهذه المحطه اللي هي علاقتها بالنقل اساسا هو احنا مسؤوليتنا علاقه طيبه ومسؤوليتنا نسهل له اجراءاته كامله اللي تتعلق بحيث تتعلق بتنظيم اللي قالوا المنافسه نوضح له فيها جميع الامور المتعلقه بالجانب كيف قلت لكم اللي مجال النقل الدولي النقل بين جانب المنافسه وتوجيه توجيهه كذلك بعض الارشادات والشروط اللي يلا يلتزم بها في ذاك المجال اللي لكم. هذا تكلمت عليه شوي اولا قلت لكم انا من السنه من استراتيجياتنا على النمو على تكوين الكادر البشري خلال ورشات ورشات وتحسيس مولي للسلطة بأن نشوف السلطة بصفة عامة. أنا عدلت جولة في موريتانيا وكنت غالبا ما مولينا نقول هذا الحديث للناس به إلى الآن مازال ياسر من شركانا وهم قاع مولي إمام سلطات إدارية وأمنية مازال عدين السلطة لا FNT ذيك فدرالية اتحادية يقول الاتحادية شيء معناه الناس ما بعد فهمت قبال السلطة ومعناها. وبذيك المناسبة فجولة العدلات كنت كل وقت انشر عليها ونقول للناس معنا سلطة وعدلنا مولي كتيب صغير فيه تعريف بالسلطة وذا اللي تعدل وتواتها وعلاقتها بينها هي والناقل وبينها هي والاتحاديات وبينها هي والإدارة الإدارة الأمنية والإدارة سلطات باطل الأمنية والسلطات الإدارية. هذه العلاقات كانت لنا وأنا وزعناها عند المحطات في الداخل لأجل الناس تتمكن وتفهم معناه وليش وهامنا إن شاء الله هم اللي في السنة لأننا نعدل برامج تحسيسية في التلفزة والراديو وذا الشيء يعني ما أفتنا بدأنا فيهم ولا هندورنا بدأوا فيهم إن شاء الله إياك لأن تعود السلطة معروفة أكثر ذاك اللام اللي ساعدنا في تنظيم ذا اللي نقالوا النقل وعندنا أمل كبير ونتخمم واللي تخمامنا كبيرة إن شاء الله يوفقنا مولانا على ذاك اللي نختاره نعدله للسلطان نعدله للوطن نعدله للبلاد من قد تنظيم ومن قد المنشآت البنية التحتية ومن قد شراكة قبال المولية الناس المعنية بها يعني هذا كامل مولي اللران ندوره منه إلا راحة المواطن تمام وكتور جابر نتيجة من ذا اللي احنا متباكين مع نعدله هو اللي وسعنا لنا نحس لنا شرائك النقل يعود فيهم مواصفات يعود فيهم شيء ياكل ياكلنا المسافر والله المواطن يجبر ذيك الراحة اللي لايقة به ويطمئن لأنه ماشي مسافر في آلة ممكن ولا يتلحق بلد ما يقدر حق إن شاء الله في الوقت المولي المناسب وهذا كان أنا طموحه ويظهر لنا إن شاء الله ندور لنا وصلوا إلى ما أعطينا ولنا الحياة ولا التوفيق إن شاء الله من خلال خزينة الوطن يخلصنا واحد دخل دور اقتصادي هو تنشير دور اقتصادي هذا قاعد صفة عامة يا الله يفهم المواطن ونفهمه كاملين على أن احنا عندنا حق على الدولة يقال الدولة مالي عندها حق علينا احنا حق الدولة علينا شنو هو اللي منه هذا اللي كنا نقوله ذاك منه اللي ينقبض من المواطن يقال ينقبض منه كيف تنقال ينقبض بلاد العربية
وينعطى باليد العسريه في النهايه. ذاك اللي نقبل منك اللي راجع لك، اللي راجع لك كخلاص للعمال، والله في الدواء للناس كامله، والله في بنيه تحتيه لكم اللي مستفاده من الناس كامله، الى غير ذلك. اذا معناها لانه غير مقبول من 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 المواطن اللي راجع لهم اللي في النهايه. وبذيك المناسبه طالبين على ان المواطنين كاملين على انهم يؤدوا ذاك الواجب، ذاك الواجب الوطني يؤدوا، يا الله يؤدوا قاعدون مع يالتهم قاعدون يتم يحامي الدوله لين تجي تقول لهم الى هاطوا، يلا تم الواحد يمشي قاعد ويعطيه هو بنفسه، كيف ما يخلق في بعض الدول المواطن يجي هو بنفسه يخلص ضرائب ويشي ما هم سوال عنه، لا هو ولا هو طارح فيه مشكله ولا شيء، يراها مسألة عادية، ويلا تعود مولي مسألة عادية عندنا احنا في النهاية كامل مولي راجلنا، اللي راجلنا واحدة من الصفات اللي قلت لكم هذا قاعد عود السلك في وصلنا يكون كذا ومسلكهم صح. إذا معناه إنه وتوف احنا مولي من ما يعني احنا مولي ده نقضوا من السعي والله من والله من شرائك النقل يغير في النهاية مولي راجع لهم بيعرفنا احنا ذا نقضوا قايس الدولة. والدولة تعدل به قدرون خارج منه مبلغ قام خصين وصلا تعداد قدرون يعدل به لا أخسر منه شيء، مع أنه اللي لا راجع لهم ماشين عليهم سياراتهم وذا شيء، والآخر اللي لا راجع لهم من صيف أخرى. إذا معناه أنه يلتمون عدوا فاهمين على أنه ما أن أحد نصر التحصيل كما يقول واحدين، إحنا ما أن اللي نحصله غير اللي نقدمه خدمة أخرى. تعود بعض ما يشوف انها ما هي مباشره يا غير بعد خارجين يتخمم حد فيها، لا راه يشوف عندهم فهم خدمه تقدم لهم بصفه غير مباشره، فيها اللي مباشره غير فيها اللي غير مباشر. وتوفى لذلك على اساس نطلب مولي على للناقلين والاتحاديات وشركائنا كاملين على انهم يساعدونا في اللي متباركين مع عدلوا، واحنا بعد ما دين لهم يدينا ومستعدين لهم، وأبواب السلطة مفتحة لكل واحد اطرح مشكلة، والله عنده مشكلة في المجال نقدر احنا نسووها ندر نسووها ان شاء الله، واللي ما نقدر نسووه ندر قلنا ما نقدر نسوي قد درنا بحثوا مالي جيد قلتوا سووا فيها ان شاء الله ودرتوا سووا مالي ان شاء الله. وإلى أن يضمني وإياكم لقاء متجدد، هذه تحياتي وتحيات الزميل أبو قيل الذي قام بتصويرها، مشكورا، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.